طيب دي كانت اخبارنا سريعه، تعالوا نشوف مع حضراتكم هنا في المحترف الصحف العالميه والرياضيه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا من اسبانيا بجريده ماركا الاسبانيه اللي ركزت على فوز برشلونه على اتلتيكو بالباو بنتيجه 1-0 في الدوري الاسباني وكتبت الكثير من الصداره. الصحيفه كمان اهتمت ببيان ريال مدريد في قضيه برشلونه ونائب رئيس الحكام السابق وكتبت اندلاع الحرب بسبب قضيه نيجيريا. طبعا دي كانت قضيه كبيره جدا جدا دخل فيها ريال مدريد في وعين محامي خاص لهذه القضيه. صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه وطبعا وصفت هدف او قالت على فوز برشلونه على اتلتيكو بالباو بهدف دون رد هو هدف التتويج بالدوري الاسباني. كمان الصحيفه اهتمت ببيان ريال مدريد في تورط برشلونه في قضيه، وكان قلت لحضراته ان كمان كتبت ريال مدريد انها تكون بدايه الحرب. لسه في اسبانيا مع ايس الاسبانيه اللي ركزت على محاوله ريال مدريد ضم الانجليزي طبعا بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند وكتبت الاتصال الاول تم. طبعا بلينغهام من افضل لعيبه على مستوى العالم دلوقتي وفي انديه كثيره على مستوى التوب تيم زي ريال مدريد زي البي اس جي زي طبعا بايرن ميونخ وكمان على مستوى ليفربول مهتمين جدا بهذا اللاعب بلينغهام لاعب الانجليزي. طيب نروح لانجلترا وطبعا جريده صن الانجليزيه اللي ركزت على تعادل المان يونايتد وساوثهامبتون سلبيا وطرد البرازيلي كازيميرو. اهتمت كمان الصحيفه بفوز الارسنال الكبير على فولهام بنتيجه 3-0 وتعزيز صداره الدوري الانجليزي وكتبت ارتيتا انتزع 100 انتصار. دي كانت الصحف العالميه معانا زي ما قلت لحضراتكم. هنطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع عشان نتكلم مع نجمنا نجم التحليل الفني ومحلل الاداء العالمي محمد الباز اللي هيكون معانا بعد الفاصل نتكلم على الدوري الانجليزي ونتكلم على دوري الابطال بعد الفاصل.